هدية. طبعا أنا يوم أني أحط الفلوس هذه وتصدق فيها أنويها كل يوم بعد صلاة الفجر، أنوي أقول اللهم أنها عني وعن أبوي الله يرحمه وعن أمي الله يطول بعمرها وعن زوجاتي وعن أطفالي وعن أمواتي وأموات المسلمين جميعا. هذا اللي أنا أنويه من اليوم. طالع أي واحد ينشر المقطع هذا يشاركني بالأجر، وله الأجر. وهذه الحصالة والله العظيم إني ما سويتها لا رياء ولا سمعة، والله العلي العظيم إني ما سويتها إلا أن ودي أن كل إنسان يصير زي المواقف اللي زي الحياة اللي نعيشها بالضبط. هذا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.